السلام عليكم. نعاود نزيد نروح للملعب تاع النابه ونشوف يعني الحاله تاع الملعب بعد المقالبه لا نتاع السنغال. وهنا عندنا صور نتاع الملعب بعد مقابله السنغال ونشوف يعني لانه فيه نوع من يعني التوعيه تاع الجمهور اللي لاحظناها للحفاظ على الكراسي. ويعني والمحير هي انه المقابله جرات في الملعب رغم انه الكراسي لم عمليه وضع الكراسي لم تنتهي، مازال كميه كبيره من الكراسي البيضاء مازالت لم يعني توضع. وان شاء الله ان شاء الله الامور تكون في تاخذ مجراها الطبيعي. ونزيد ناكد على واحد النقطه هي انه الاضاءه في الملعب سيئه جدا، لابد من إضاءة يعني زيادة في الضوء، إما في يعني تبديل لي لومب، لازم يكونوا إن بيسونس بلي غروند باش تكون الإضاءة جيدة. لازم يعني يصلحوا المشكلة هذا تاع الإضاءة نتاع الملعب اللي لاحظناها في المقابلتين اللي جرات في ملعب عنابة. أيضا أترككم مع هذه الصور والسلام عليكم.